السلام عليكم، معكم حذيفة من قناة إيفوي، وهذه هي الحلقة الخامسة من قصة God of War 4، الثانية عشر من قصة God of War عموما. لهذا إذا لم تشاهدوا الأجزاء السابقة قوموا بمشاهدتها الآن. رابط الأجزاء السابقة في صندوق الوصف وستظهر أعلى يمين الشاشة الآن. وقبل أن أبدأ أريد أن أعتذر منكم عن انقطاع الدائم والمستمر بسبب الظروف الخاصة، فأرجو المعذرة منكم. وعلى الرغم من هذا ما زال دعمكم سخيا لنا أيها الرائعون، فشكرا لكم. وأنا أعلم أن الكثير منكم قد مل من إطالتنا لقصة God of War 4، لذا فالحلقة القادمة ستكون الأخيرة إن شاء الله. لذا أرجو منكم الاستمرار في دعمنا، وذلك عبر الضغط على زر الإعجاب وكتابة تعليق بغض النظر عن محتوى. وإذا لم تكن مشتركا فأرجو منك الاشتراك، كما أرجو منكم ضغط زر الجرس لأن اليوتيوب لم يعد يعيرنا ذلك الاهتمام، فأصبحت تنبيهات مقاطعنا لا تصل لأغلب المشتركين. لذا أرجو منكم ضغط زر الجرس ليصلكم تنبيه بكل مقاطعنا المستقبلية إن شاء الله. لن أطيل عليكم أكثر من هذا، هيا بنا. إذن كنا قد توقفنا عندما وصل كريتوس ومن معه إلى أسفل معبد تير من أجل الحصول على الرمز الذي سيمكنهم من الوصول إلى يوتنهايم موطن العمالقة. وهناك في المعبد وصلوا إلى مكان الرموز أخيرا، لكنها كانت مختومة بعدة أختام ليبدأوا بعدها في إزالة تلك الأختام. وبينما كانوا يزيلون الختم الأول وفي إحدى قاعات تير، كانت هنالك العديد من الأشياء من مختلف الحضارات. ليلاحظ كريتوس شيئا مألوفا، إنها قنينة شراب من موطنه. ليقوم بفتح القنينة وليشم رائحة الشراب التي عادته للماضي مجددا، ليعودوا بعدها إلى إزالة تلك الأختام ليصلوا إلى الختم الأخير. وبينما كان كريتوس يقوم بإزالته إذ بجذور كثيفة تمتد لتقيده لقد فعل الفخ، ولم يستطع كريتوس التخلص منه. ليأمر أترياس بحل اللغز وبالفعل يفعل هذا، لكن بعد أن قام أترياس بحل اللغز زادت الجذور من تقييدها لكريتوس، ولتظهر بعدها شفرات من السقف لتبدأ بالنزول إلى كريتوس. وفي تلك اللحظة يضع أترياس خنجر أمه في السلاسل المسؤولة عن إنزال الشفرات لتتوقف السلاسل عن التحرك وليتحرر كريتوس، لكن للأسف فقد كان ذلك بثمن باهظ ألا وهو خنجر والدة أترياس. ليواصلوا بعدها طريقهم، وعندما وصلوا إلى الرمز أخيرا Boy. Yeah. On the day you were born, I made two knives, mixing metals from my home and from this land. One for myself, and when you were ready, one for you. Today is that day. Some are men, like you? No. We are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. And you must be better than me. Understand? Say it. You will be better. The power of this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this, by the discipline, the self-control of the one who wields it. That is where the true strength of a warrior lies. You must never forget that. Good then. Come. Did you see it? Yes! Are you certain? I got it! Trust me! Good then.
إذن يقاطع أحد الوحوش تلك اللحظة ليبدأ بعدها الاثنان في قتاله، وبعد معركة صعبة وشرسة يتمكن الاثنان من هزيمته ليرجعوا بعدها إلى المعبد ليبدأوا في الصعود إلى السطح. وفي تلك اللحظة يطلب كريتوس من أترياس الجلوس، وحالما جلس أخرج كريتوس القنينة التي أخذها سابقا وليبدأ في شربها مع أترياس بكل فرحة وفخر. وبينما هم يصعدون يسأل أترياس أباه عن السبب الذي جعله يغادر موطنه ويأتي للعيش هنا، هل للأمر علاقة بالآلهة الأخرى هناك؟ فما كان من كريتوس إلا أن أومى رأسه بالموافقة، وليكمل أترياس بأنه يعلم أن أباه يكره الآلهة كثيرا، لكن تير أثبت أنه يمكن أن تجد إلها خيرا، وأنت خير فأنت لا تقتل إلا من كان يستحق. وفي تلك اللحظة يحاول ميمير الكلام مخبرا أترياس بأنه لا يوجد من هو كفء ليحكم على هذا، ليقاطعه أترياس بكل غلظة وليطلب منه الصمت مخبرا إياه بأنه يعلم أفضل من الجميع فقط لأنه إله، ليكملوا طريقهم. وهناك في الطريق يقابلون سندري، وبينما كانوا يتحدثون يبدأ سندري في التحدث عن أخيه ليصرخ أترياس في وجهه قائلا أنه لا يتحدث إلا عن أخيه، فليفعل شيئا أو ليخرس، فقد سئم من سماع مشاكل الناس التافهة وليذهب بعدها. وبعد أن لحقه كريتوس يسأل أترياس عن السبب الذي جعله يتحدث مع سندري بتلك الطريقة، فقد كان ذلك قاسيا وغير ضروري. فما كان من أترياس إلا أن أجاب بكلام غليظ أنه سئم من سماع هذا، وأنه كان يجب عليه إخباره بالحقيقة حتى لو كانت قاسية، ليقول له كريتوس بأن والدته كانت لتختلف معه. ليجيب أترياس بأنها لم تكن إلها، لذا فهو يعلم أفضل منها. لقد بدأت تصرفات أترياس بالتغير، حيث صار مغرورا ومتكبرا كذلك، حتى أنه طلب من والده أن يعطيه رفاة والدته ليحملها عوضا عنه. ليرفض كريتوس حيث لاحظ أنه تكلم عنها بطريقة فظة نوعا ما، لكن أترياس قال أنه على حق فهي كانت مجرد فانية ليست إلها مثله. ثم بدأ بعد هذا يتوعد بالقضاء على أودين وبقية آلهة الإسير وكيف سيكون مصيرهم مشابها لمصير ماغني، لذا عليهم الخوف منه. ثم وصلوا بعد ذلك إلى المنجم، وهناك وجدوا مودي في حالة مزرية الذي أخبرهم أن أباه ثور لامه على مقتل أخيه، بل وقال عنه أنه جبان. يتقدم أترياس باتجاهه ويخبره بالرحيل، ما لم فسوف يكمل ما بدأه ثور. يغضب مودي ويتقدم باتجاه أترياس لكنه يسقط على الأرض. ينظر أترياس لأبيه ليقول له كريتوس لا، إنه لا يشكل أي تهديد، هو لا يستحق القتل. بينما أترياس كان يريد أن يجعله يدفع الثمن جرأ ما قاله عن والدته، ليأمره كريتوس بأن لا يفعل، فما كان من أترياس إلا أن قال أنهم آلهة لذا يمكنهم القيام بما يحلو لهم. يخرج الخنجر الذي أعطاه كريتوس ليقوم بعدها بطعن مودي في رقبته، يمسكه كريتوس لكن أترياس يقول أن هذا الخنجر أفضل من خنجر والدته، ثم يلقي بعدها بمودي من قمة الوادي. يمسكه كريتوس، لقد قتلت ضد رغبتي، ألم تعلمني كيف أقتل؟ أنا أعلمك كيف تنجو، نحن آلهة يا فتى، هذا يجعلنا هدفا من الآن حتى نهاية الزمان، ستكون معلما، لذا كنت أعلمك كيف تقتل، نعم لكن لتدافع عن نفسك لا كمعتدين. يجيب أترياس بكل برود، لم يكن أحد يهتم به، فما الفرق؟ يصرخ كريتوس، هنالك عواقب لقتل إله. يصرخ أترياس بعدها في وجه أبيه، ماذا إذن؟ ها؟ كيف تعلم؟ راقب كلامك يا فتى. ليغادر بعدها أترياس غير مهتم. يصعدوا بعد هذا إلى المصعد الذي سيأخذهم إلى قمة الجبل، وهناك يخبر أترياس أباه أنه بعد أن عرف حقيقته لم يعد يشعر بالسوء لقتله كل تلك المخلوقات، ويقول لميمير أنه لم يعد يحتاج إلى تعلم أي شيء جديد لأنه إله الآن. يصل بعد هذا إلى قمة الجبل. Wow. You know. We made it. Beautiful, isn't it? Why, I remember once. Bother, look out! Miss me. Run, boy! Cross the bridge! No! I'm a god, Joe! I can do this! Get off him! Really? Baldur, let him go. Take me instead. I'll do whatever you... Shut up. All this time, I thought I needed you. But you're just moth. Turns out, the boy is the brains. Ugh.
stupid son of a bitch! Get out of here, boy. Yes, by all means, Junior, run away. Let Daddy do all the heavy lifting for you. Let go! Calm down, boy. You are not ready for this. I am ready. And here I thought my family was fucked up. Oh, your father is right, boy. You are far from ready. Now, would you be so kind as to hold this for me? Thank you. Atreus! Give up! Come crashing down on you. It's over. Is it? So be it. Baldur! No! Listen to me! Let go of it now, or I will kill them. You know I will. What did you do? Boy! إذن يصل الجميع إلى هيلهايم، أرض الصقيع، بسبب قيام كريتوس بالتلاعب بالجسر. وحالما وصلوا بدأ كريتوس بالبحث عن ابنه، وحالما وجده قال له: سوف تستمع لي ولا تتكلم، أنا والدك، وأنت يا فتى لست نفسك، أنت سريع الغضب، متسرع، غير مساعد وخارج عن السيطرة. سوف تكرم والدتك وتتخلى عن الدرب الذي اخترته، لم يفوت الأوان بعد، سنكمل لاحقا يا فتى، نحن هنا بسببك يا فتى، لا تنسى هذا أبدا. وهناك يكتشفون أنهم قريبون جدا من جسر الأموات. وهناك من بعيد رأى كريتوس السفينة ليخبره ميمير أن يذهب إليها، فهي ستقلهم نصف الطريق على الأقل. وهناك في الجحيم ظهرت ذكرى كيف قتل أتريس مودي، كيف بدأ أتريس في تلك اللحظة،
ففي هيلهايم تظهر ذكريات الماضي لتعذب أصحابها، والطريقة الوحيدة للتخلص منها هي مغادرة هيلهايم بسرعة. وبعد فترة من التسلق يشاهدون بولدر وذكريات ماضيه التي تعذبه، فقد اكتشفوا بأنه ابن فريا، وكيف أن والدته وضعت عليه سحرا يمنعه من الموت، وهو الآن لا يشعر بأي شيء. كيف أنه يفضل الموت عوضا عن هذا، وليطلب من والدته إزالة السحر، لكنها تخبره أنها لا تستطيع، وليبدأ في خنقها بعد ذلك، يتركه بعدها وليكمل طريقهم، ليصلوا إلى السفينة أخيرا، وليبدأوا بالإبحار بها. يخبرهم ميمير أنهم تحت الشلال، لذا عليهم الصعود إلى الأعلى إذا أرادوا الوصول إلى المخرج. وبعد أن أبحروا قليلا تهاجم وحوش السفينة بشكل كبير، وبينما كانوا يقاتلونهم تبدأ السفينة بالتحطم. وفي تلك اللحظة تظهر ذكرى خاصة بكريتوس، تلك الذكرى التي قتل فيها والده زوس بدم بارد، تلك الذكرى عندما كان لا يزال شبح سبارتا، ليقاطع أتريس تلك الذكرى ويمسك بأبيه ويقول له بأن عليهم المغادرة، فالسفينة تتحطم، ليسقطوا من على السفينة إلى معبد تير. وهناك في معبد تير في هيلهايم وجدوا غرفة سرية، ليجدوا في داخلها اللوحة المفقودة عن تير. ليطلب ميمير من كريتوس أن يريه اللوحة جيدا، ليقول لهم ميمير أن هذه اللوحة تظهر تير وهو يسافر عبر العوالم، لكن لا يعرف كيف وما علاقة هذا بالعمالقة. ليسأل أتريس عن الرموز التي على زوايا اللوحة، ليقول لهم ميمير أنها ليست رموزا بل هي علامات، وهي تعني، ليقول لهم كريتوس أنها تعني الحرب، فهو يعرف هذه العلامة جيدا، وهو ينظر إلى علامة أوميجا. ثم يقترب كريتوس من اللوحة ويقول لميمير أن عيني تير في اللوحة تشبه عينيه. يخبره ميمير أن تلك هدية من العمالقة، وليطلب منه أن يجعله ينظر عن قرب لتلك اللوحة. وحالما اقترب ميمير من اللوحة حدث ما لم يكن متوقعا، فقد بدأت اللوحة في اللمعان وإظهار الرموز المخفية فيها. يقول لهم ميمير أن هذه تظهر طريقا سريا استخدمه تير للسفر عبر العوالم بل والحضارات الأخرى، ليضحك لهم ويقول أنه وعدهم بإيصالهم إلى يوتنهايم. بينما يسأل كريتوس عن الطريقة، فقد قال ميمير من قبل أنه لم يعد بالإمكان السفر إلى هناك. يجيب ميمير بأن هنالك طريقا، وأن هذه اللوحة تظهر مفتاحا لغرفة مخبأة في المعبد، وفي تلك الغرفة سيجدون الطريقة التي كان تير يستخدمها للسفر. ليسأل كريتوس ميمير عن مكان هذا المفتاح، ليجيب بأن هذا سهل، لنجعل الأقزام يصنعوا لنا واحدا. لينطلقوا بعد هذا إلى دكان براك، وعندما استخدموا المصعد يسأل كريتوس ابنه عن إذا كان شاهد ما جرى في هيلهايم، هل شاهده مع رجل عجوز؟ ليجيب أتريس بأنه لم يشاهد شيئا. ليصلوا بعد هذا إلى فرع شجرة العالم، ليسافروا إلى ميدغارد حيث دكان براك. وفي أثناء السفر يسأل كريتوس ميمير عن السبب الذي جعله لا يخبره أن بولدر هو ابن فريا. ليجيب ميمير أنه لا يتذكر. وبعد كلام قصير يكتشف كريتوس أن فريا ألقت سحرا على ميمير يمنعه من الكلام حول بولدر. ليتفاجأ ميمير ويقول هذا صحيح، فقد حصل هذا عندما اكتشف نقطة ضعف بولدر، لكنه لا يتذكر. ليصلوا بعد هذا إلى ميدغارد أخيرا، وحالما وصلوا إلى هناك توجهوا إلى دكان براك، وهناك يسأل كريتوس براك إذا كان في إمكانه صناعة المفتاح. يجيب براك بأنه لا يصنع سوى الأسلحة، وحتى إذا أراد صنعه فهو لا يستطيع بسبب أدواته. ليظهر بعدها سندري الذي يقول له بطريقة مناسبة ويعطيه حجرا خاصا، ليبدأ بعدها الأخوان في صناعة المفتاح معا، وحالما ينتهيان يضعان شعارهما عليه ويعطيانه لكريتوس بعد أن تصالحا. ليأخذ كريتوس المفتاح ويتوجه إلى غرفة تير. فماذا سيحدث؟ إذن بهذا تنتهي أحداث الجزء الخامس من قصة God of War 4. نراكم في الجزء الأخير إن شاء الله. أشكركم على جزيل المشاهدة، حتى لقاء قادم أستودعكم الله، وأرجو أن تبقوا في صحة وعافية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وأن تشاهد المقاطع التي تظهر على الشاشة الآن. كان معكم حذيفة، السلام عليكم.